السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة ما زالت حالة الطوارئ موجودة، اللي هي بتاعة السلمونيلا. يعني احنا شادين حالة الطوارئ ورافعين درجة الاستعداد، بمعنى ان مازال لسه بنقاوم المرض، مرض السلمونيلا اللي قلنا لحضراتكم اللي هو بينتشر هذه الايام. انا متابع يعني جروبات كتير في امراض التنفسية منتشرة الايام دي نتيجة تغيير الفصول. يعني عارفين حضراتكم داخلين على فصل الشتاء، فدرجات الحرارة بتختلف خاصة بالليل، فالمفروض يعني انك حضرتك تحافظ تقفل الشباك البحري لو عندك شباك بيجي منه الهواء، تيار هواء جامد، تحاول تقفله شوية وتسيب تهوية من المكان اللي ما بيخشش منه الهواء الشديد. دي حاجة. لكن طبعا انا جالي الحالة اللي جت عندي في الحمام زي ما وريتكم في الفيديو اللي صورته امبارح، اللي هو بدأت بمرض تنفسي. طبعا احنا يعني قدر الله ما شاء فعل ان احنا هن بس ان احنا نطلع بالموضوع ده. ان انت ما تيأس ازاي، ان انت يعني لو فضل عندك جوزين حمام بس، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني ازاي لو فضل جوزين بس، ان انت استمر في العلاج وما تيأس، واستمر في العزل. كل ما تلاقي فرد تعبان تعزله لحد ما الحالة تستقر عندك. ممكن على فكرة ممكن العلاج يطول، انا عارف الحالة دي ممكن تطول، ممكن تاخد شهر، انا عارف انها ممكن الحالة تطول. طيب انا زي ما قلت لحضراتكم كنت اعطيت ايه، بدأت بالتنفسي. طبعا هو اول شيء ظهر عندي التنفسي، فاعطيت ده واعطيت ده اللي هما الاتنين دول. طبعا الحمد لله التنفسي خف، لكن قلب خلاص استبعدنا دول، نستبعدهم. استقرت الحالة على سلمونيلا. طبعا الاسهال اللي فيه اسهال مائي. طبعا احنا عارفين الحمام او الزغاليل اللي هي خاسة محروفة، وده طبعا قطرة العين اللي هي استخدمناها مع دمعة العين والمرض التنفسي. دي مهمة جدا انك تعرفها عشان تتعامل معاها اول ما حالة تظهر، حتى تورم ما تستناش، تورم في العين ما تستناش، تستناش اهم شيء ما تستناش لما دمعة العين تزيد. وطبعا ده اللي بنعطيه للحالات الصعبة حاليا، في الحالات اللي هي اللي هنقول لكم موضوع فيديو النهاردة، اللي ازاي تتعامل وتحقن طريقة الحقن بالسيفو تاكس. ده ممتاز جدا، بيجيب نتيجة ان شاء الله. اهم شيء في الدواء ده اللي هو الحقن ده، لكن انا بستخدمه في الحالات الصعبة. وكوليبريم الاردني يا جماعة، كوليبريم الاردني اللي انا بستخدمه للجماعي في المية، سنتي على لتر المية، وبستخدم سيفوتاكس للحالات الصعبة طبعا اللي هي مش بتاكل او بتشرب، فانا بأكله وبديله 30 شرطة بسرنجة الانسولين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. اهو تلاقي هي سرنجة انسولين. ليه؟ لان هي مش هتقدر تدي بالسرنجة الكبيرة، مش هتقدر تحدد، لكن بسرنجة انسولين هتقدر تحدد 10 20 30، اهو تقدر تحددهم بالسرنجة دي اسهل بكتير من السرنجة الكبيرة اللي زي كده. لكن لو بالسرنجة زي دي بدك تاخد 3 شرط، يعني مفيش 3 ملي، مش 3 سنتي، 3 شرط، مش هتقدر تحددهم بالظبط، لكن بسرنجة الانسولين هتعرف تحددهم. طيب هنفتح العبوة بتاعتنا، الحقنة هي 1 جرام، نفتحها ونشوف هي بتيجي ازاي. بيجي معاها أنبولة المية دي، أنبولة مية، والحقنة عبارة عن بودرة زي كده، ازازة كده، تشيل الغطا بتاعها كده بالشكل ده،
اهو شيلنا الغطا، وباستخدام السرنجة دي طبعا انا بستخدمها لعبي بقى الحقن، بس مش بعمل بقى بحقنش بيها. هنفتح أنبولة المية بالشكل ده ونسحب المية السرنجة الكبيرة دي، هنضيف المية بالشكل ده، هيفضل شوية في الأنبول كده، نضيفهم كمان، نسحب الشوية دول، نحط الأنبولة كلها يا جماعة، أنبولة المية كلها عشان ده 1 جرام. ايه الفرق بين 1 جرام وبين الجرام؟ هي نفس التركيبة، لكن هي الحقنة 1 جرام أكبر شوية في الحجم، الأنبولة المية أكتر، أعتقد ده اللي بيفرق يعني. وهنرجها جيدا، وبعد كده السرنجة دي ملهاش لازمة معانا خلاص، وهنستخدم سرنجة الحقن بالانسولين دي اللي هنستخدمها بعد ما نرج الازازة جيدا. نسحب بالسرنجة كده بالشكل ده لغاية العلامة 30، اهو العلامة 30 تمام بالظبط، تقدر تحددها تماما العلامة 30 بالسرنجة الانسولين، لكن بغير كده لا. نجيب حمامة ونحاول نحقنها مع بعض. دي حمامة هنحقنها، زي ما حضراتكم شايفين انا ماسك رجليها، وزي ما بنمسك اي حمامة بالشكل ده، وفي الصدر بتاعها حضرتك تابع ان هي لو هي تشوف كده الصدر كويس، لو هي مسيفة ابعد، حاول تبعد عن العظم. لكن هو فيه طريقتين للحقن، فيه طريقة في الصدر في فص الصدر كده، وفي طريقة في جلد الرقبة من هنا. انا اعتقد بالنسبة لاي حد بيحقن ان هي في الصدر هنا اسهل، انا جربت هنا صعبة ان انت تقعد تشد جلد الرقبة، وتخلي بالك جدا لو هتحقن تحت جلد الرقبة ان ما تجيش في جسم الحمامة، ممكن تموتها، لو جت في رقبة الحمامة ممكن تموتها، لكن هو في الصدر كده أأمن، وتراعي ان ما يجيش في العظم، شوف الصدر ما يكونش يكون بعيد عن العظم اللي في النص ده، يكون بعيد عن العظم ده، فحاول تعمل كده لما تلاقي الجزء اللي تحس ان فيه لحم كده، تبدأ مستقيم كده بوضع الاستقامة بالشكل ده، وتغرز السن كله. هو طبعا سن سرنجة الانسولين سنه صغير، السن كله تمام كده، وتدلكها بالشكل ده. بالنسبة للحالة اللي عندي الشديدة، الحالات الشديدة فانا بعطيها 2 مرات في اليوم، بعطيها صباحا ومساء، يعني مثلا كل 12 ساعة بعطي 30 بالشكل ده طريقة الحقن. وطبعا برضو نحاول دايما ان احنا نطهر زي ما طهرت امبارح بالجير، لكن النهاردة هنطهر، هنكنس المكان كويس ونشيل الجير، ونستخدم الكلور في بخاخة زي كده، ونتعامل مع الحمام. موضوع النهاردة اللي هو لا تيأس، لا تيأس واستمر في العلاج، العلاج ممكن يطول. محد يقول لك ان العلاج فاشل، لا هو العلاج بيطول، بموضوع السلمونيلا بياخد وقت، يعني ما تيأسي. اللي يروح لا قدر الله يعني استعوض ربنا فيه، وقدر الله وما شاء فعل، وربنا يبارك في اللي موجود ويعوضنا خير ان شاء الله. نقول بقى الحديث اللي كنا بنقوله في اول الفيديو، اذا مات ابن ادم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعل هذا العمل علم ينتفع به في حياتي وبعد مماتي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.